جدل متواصل داخل البرلمان العراقي حول طريقة احتساب الكتلة الأكبر والتي تعود لها أحقية تشكيل الحكومة. هل الكتلة الأكبر هي الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات أم تلك التي تمكنت من تشكيل أوسع تحالف نيابي؟ أزمة جديدة قديمة عانت منها البلاد أيضاً في انتخابات عام 2010 و2018. الدستور بمادته 45 ينص على أن تكون تسمية المرشح لرئاسة مجلس الوزراء بيد الكتلة النيابية الأكثر عدداً عند انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، ولا يحق لأي كتلة أو حزب أو نائب الانضمام إلى ائتلاف أو حزب أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة. بعد أزمة عام 2010 بين كتلتي إياد علاوي ونور المالكي، حسمت المحكمة الاتحادية العليا الفائزة بالكتلة الأكثر عدداً إذا لم تبادر القوائم الأخرى بتشكيل كتلة أكبر عند انعقاد أول جلسة لمجلس النواب، مما يصب في صالح التيار الصدري حالياً ويخوله تشكيل الحكومة. لكن جانباً من التفسير القانوني يفتح المجال أمام تشكيل كتلة نيابية تحت قبة البرلمان من خلال جمع القوائم الانتخابية الفائزة والنواب المستقلين في كتلة واحدة، مما يرجح الكفة لصالح الإطار التنسيقي الجديد الذي يضم 88 نائباً. بينما طرح التيار الصدري قائمة تثبت حيازته الكتلة الأكبر بعد تحالفه مع كتل أخرى، وبالتالي ما من مخرج قانوني لهذه الأزمة الشائكة. الحل السياسي أساسي للوصول إلى تفاهمات تجنب العراق المزيد من التوترات.